السؤال الرابع يريد مني معادله القطع الناقص. اوكي، المركز مالته نقطه الاصل واحدة بؤرتين، يعني احنا نعرف القطع الناقص لبؤرتين، بيقول واحدة من هاي البؤرات ها هي بؤرة القطع المكافئ، مطين المعادلة مال القطع المكافئ، خلي بالنا هذا قطع مكافئ. يقول علما ان القطع الناقص يمر بهاي النقطة، طبعا القطع الناقص إذا مر بهاي النقطة فهاي النقطة تحقق معادلة القطع الناقص، يعني نعوضها x وy بعدين نجيها. أول شيء راح أجي المعادلة مال القطع المكافئ. هاي المعادلة مال القطع المكافئ الواي تربيع زائد 8x يساوي لنا صفر، شو استفاد من عندها؟ استفاد من عندها أول شيء أحدد اتجاه القطع الناقص على المحور السيني أو على المحور الصادي، لأنه البؤرة مال الناقص هي أحد بؤرات المكافئ، فخلا طلع البؤرة مال المكافئ. فالواي تربيع مكانها أحول الموجب 8x يصير سالب 8x، أوكي، فإذا على المحور السيني السالب، يعني القطع الناقص مالتي، عفوا القطع المكافئ مالتي، يعني إذا أرسم لك مستوى الإحداثي هذا هو المستوى الإحداثي، فالقطع المكافئ مالتي راح يصير على المحور السيني السالب، هذا هو القطع المكافئ، وهنا راح يكون دليل القطع المكافئ. بالتالي المعادلة القياسية للقطع المكافئ، أنا الحين ما أحكي عن قسم مكافئ، شو يساوي لنا؟ يساوي لنا سالب 4 ب إكس، أوكي، أطلع البؤرة مال المكافئ هي نفس البؤرة مال الناقص، فنساوي الأربعة ب ويا من؟ ويا الثمانية، قلنا دائما الـ ب قيمة موجبة، فالأربعة ب شو يساوي لنا؟ 8، انقسم الطرفين على 4، فالبي شو يساوي لنا؟ 2، إذا البؤرة مال المكافأة هاي راح تكون البؤرة هي سالب 2 بصفر، إذا من هالبؤرة هي سالب 2 بصفر، هاي البؤرة مال المكافأة هي وحدة من بؤر القطع الناقص، يعني القطع الناقص بما أن المكافأة على المحور السيني، فالقطع الناقص هنا راح يكون على المحور السيني، أوكي. خلينا نرسم القطع الناقص، هذا هو القطع الناقص، اوكي، هذا هو القطع الناقص، هاي البؤرة مال المكافئ هي احد بؤر الناقص، يعني هاي تعتبر الافضل اللي هي سالب 2 بصفر، وهنا راح تكون عند البؤرة الثانية مال الناقص اللي هي الاثنين بصفر. اذا استفاديت من القطع المكافئ بانه عرفت بانه طلعت البؤرة مال الناقص منه وعرفت بأن القطع الناقص مالته على المحور السيني. اوكي، بعد انتهى دور القطع المكافئ ما احتاجه. هسه بما انه القطع الناقص مالته على المحور السيني، اذا النموذج مال المعادلة شو يكون القياسية؟ x تربيع على a تربيع زائد y تربيع على b تربيع، شو يساوي لنا؟ 1. اذا احتاج قيمة ال a تربيع واحتاج قيمة ال b تربيع. طبعا انا هنا عندي بس ال c، يعني هنا هسه ايش عندي؟ عندي ال c. جت قيمتها 2، هذا يؤدي لنا بأن السي تربيع شو تساوي لنا؟ 4. اوكي. هسه راح اجي لهاي النقطة. هاي النقطة بما انه القطع الناقص يمر بهاي النقطة، فهاي النقطة تحقق، هاي تمثل قيمة الاكس وهاي تمثل قيمة الواي. فأعوض الاكس والواي هنا. اوكي، واسوي لي معادلة. فناخذ النقطة اللي هي 2 جذر 3 اللي القطع الناقص يمر بها. معناته تحقق معادلة القطع الناقص فنعوضها بالمعادلة. تشيل الاكس اخلي مكانها 2 جذر 3. فهنا يصير عندي 2 جذر 3 تربيع على يمين على الاي تربيع زائد، وهنا الواي اخلي مكانها جذر 3 تربيع على البي تربيع، شو يساوي لنا؟ 1. اصفيها 2 في 2، طبعا جذر 3 في جذر 3 3، و2 في 2 4، و3 في 4 12. 12 على الاي تربيع زائد، هنا شو يكون عندي؟ جذر 3 في جذر 3 3 على البي تربيع. اصفيها بعد اكثر، اتخلص من الاي تربيع والبي تربيع الموجود في المقاطعه، نضرب المضاعف المشترك الاصغر، يعني نضرب طرفي المعادله في الاي تربيع بي تربيع نضربها. فاذا اضرب هنا هذا الحد، الاي تربيع تحذف مع الاي تربيع، يبقى عند 12 بي تربيع، يبقى عند 12 بي تربيع زائد، ولما اضرب هذا الحد بهذا الحد البي تربيع تحذف مع البي تربيع، يبقى 3 اي تربيع، يبقى 3 اي تربيع، وواحد في هذا المقدار يصير اي تربيع بي تربيع. اوكي، هاي يعتبرها معادله رقم 1. معادله رقم 1. زين، احتاج بعد معادله، بما انه عندي متغيرين فاحتاج معادلتين، هاي معادله هسه رقم العلاقه الذهبيه الخاصة بالقطع الناقص اللي هي الاي تربيع
شو يساوي لنا؟ يساوي لنا البي تربيع زائد السي تربيع، ها هي معادله رقم 2. اوكي، بس هسه صار عندي انا صار عندي ثلاث متغيرات اي وبي وسي، عندي معادلتين مثلا بس قيمه السي تربيع موجوده، فاحذفها ايش اخلي بمكانها؟ 4. هسه صار عندي معادلتين ومتغيرين، اوكي؟ نجي شو نحلها؟ نحلها اما بالتعويض او بالحذف، اوكي؟ هسه انا هنا ايش راح اسوي؟ راح احلها بالتعويض، اعوض 2 وين؟ بواحد، شكو اي تربيع؟ اخلي مكانها بي تربيع زائد 4، اوكي؟ فهنا نعوض معادلة 2 في معادلة رقم 1. اوكي، يعني شكو اي تربيع؟ اخلي مكانها بي تربيع زائد 4، فهاي ال 12 بي تربيع تنزل ما بيها مشكلة. زائد هاي الثلاثة تنزل، لا قال لي اي تربيع، شو اخلي مكانها؟ بي تربيع زائد 4. اوكي، يساوي هنا لا قال لي اي تربيع، شو اخلي مكانها؟ بي تربيع زائد 4، بس هنا شنو هذا؟ مضروب بالبي تربيع. اوكي، هسه ايش عندي؟ عندي هاي الثلاثة تدخل على القوس، وعندي هاي البي تربيع تدخل على القوس، يعني هاي الثلاثة تنضرب بالأول تنضرب بالثاني، والبي تربيع تنضرب بالأول تنضرب بالثاني، فايش راح يصير عندي؟ هاي ال 12 بي تربيع تنزل. اوكي، زائدة ثلاثة في بي تربيع هي ثلاثة بي تربيع. ثلاثة في أربعة موجب 12. اوكي، هاي انتهت عندي. هنا بي تربيع في بي تربيع بي اس 4. اوكي، زائدة وبي تربيع في 4 4 بي تربيع. اوكي، اصفيها، طبعا صار عندي مجهول واحد بس البي طلع. فاحاول اصفر المعادله باتجاه البي اس 4، يعني البي اس 4 بمكانه زائدا 4 بي تربيع بمكانه، هذا حوله شو يصير؟ سالب 12 بي تربيع، هذا حوله شو يصير؟ سالب 3 بي تربيع، وال 12 حوله شو يصير؟ سالب 12، شو يساوي لنا؟ صفر، ذني من نفس النوعيه نصفيهم، يعني البي اس 4 ينزل هنا 4 وناقص 12 هو سالب 9، سالب 9 وسالب 3 هو سالب 12، لا شلون ما نكوي حد شيء. 12 سالب 12 هو سالب 15، يبقى سالب 11، عفوا يبقى سالب 11. لأنه 12 و3 15 وناقص منها 4 شو صار عندي؟ 11، أوكي. إذا يبقى عندي سالب 11. جيد. سالب 11 ب تربيع ناقص 12 يساوي لنا؟ صفر، صارت حدودية ثلاثية، شكلها تجربة أفتح قوسين. اوكي، البي اس 4 هو بي تربيع بي تربيع، الموجب في السالب سالب، والسالب بالسالب موجب، وال 12 ليش جايبنا 12 في 1؟ فخلي هنا ال 12 وهنا الواحد، سالب 12 بي تربيع وموجب 1 تربيع يطلع سالب 11 بي تربيع، لحد الوسط في التحليل التجربه عندي صحيح. هذا يهمل، ليش؟ لانه لا ينتمي الى مجموعه الاعداد الحقيقيه ار، لان هذا اذا نقله الطرف الثاني يصير سالب 1، واحنا ما عندنا جذور تربيعيه للارقام السالبه، فهذا يهمل. اذا ناقص فقط هذا البي تربيع ناقص 12 يساوي لنا صفر، اذا مباشره راح اطلع منه قيمه البي تربيع اللي يساوي لنا موجب 12، بعد ما احول السالب 12 صار موجب 12، اذا لقيت قيمه البي تربيع. ايش احتاج؟ احتاج قيمه الاي تربيع، اعوض البي تربيع، يعني اعوض هاي المعادله رقم 2، فاقول الاي تربيع تساوي لنا البي تربيع ايش قيمته؟ 12 زائدا 4، اذا الاي تربيع شو تساوي لنا؟ 16، طلعت عندي قيمه الاي تربيع، ما دام طلعت قيمه الاي تربيع والبي تربيع اعوضها بنموذج المعادله اللي عندي، طلع معادله قطع الناقص اللي هو على المحور السين، فالاكس تربيع شو اخلي جواها؟ الاي تربيع 16 زائدا، والواي تربيع اخلي جواها قيمه البي تربيع يساوي لنا 1، وها هي معادله القطع الناقص مالتي. اوكي، اذا فكره الحل، تعال حل هذه المعادله القياسيه. فكره الحل بانه لا تجي لا نجي للمساله بها مفتاحين. هذا المفتاح الاول، هذا هو المفتاح الاول، وهذا هو المفتاح الثاني. هذا هو المفتاح الثاني، ما عندي بعد اي مفتاح للحل. هذا المفتاح الاول طلعت منه بؤره المكافاه، بؤره المكافاه هي نفسها بؤره الناقص، وبعد شو استفاديت؟ استفاديت بان القطع الناقص مالته على محور السينات، ليش؟ لانه المكاف على محور السينات، فالقطع الناقص يصير على محور السينات. اوكي، وطلعت منها قيمه السي تربيع.
هاي النقطة بما أنه القطع الناقص يمر بالنقطة، فالنقطة تحقق معادلة القطع الناقص، عوضتها X و Y وحصلت هاي المعادلة رقم واحد. هنا وجهك العلاقة الذهبية اللي نقول الـ A تربيع يساوي الـ B تربيع زائد الـ C تربيع. الـ C تربيع موجود عندي 4 فصاعد دي معادلتين، تريد حل الحذف، تريد حل التعويض، نفس الحل. أنا حليت بالتعويض وطلعت عندي قيمة الـ B تربيع وقيمة الـ A تربيع، عوضتهم بالنموذج المعادلة القياسية وطلعت عندي هاي المعادلة وانتهينا. لكن طلاب السؤال الخامس يريد حمل مني معادلة القطع الناقص، أوكي، الذي مركزه نقطة الأصل الصفر صفر وبؤرتها على محور السينات، يعني البؤر مالت الناقص على محور السينات، أوكي هاي معلومة مهمة، ويمر بالنقطتين، يمر بالنقطتين، هاي النقطة الأولى وهاي النقطة الثانية، أوكي. طبعا هنا مفاتيح الحل عندي، هذا يعتبر مفتاح. من يقول لي بؤرتها على محور السينات، هاي ملاحظة مهمة بأنه القطع على محور السينات، يعني القطع مالتي راح يكون الناقص على محور السينات. اوكي، معناته المعادلة القياسية مالتي الاكس تربيع على الاي تربيع زائد الواي تربيع على البي تربيع يساوي لنا واحد. يعني هاي المعلومة مال بؤرتها على محور السينات استفادت منها شغلتين. أول شيء عرفت بين القطع مالتي على محور السينات وحددت النموذج مال المعادلة القياسية القطع الناقص، خليت الـ A تربيع جوا الـ X تربيع لأن القطع على محور السينات، انتهت هاي الملاحظة. الملاحظة الثانية بين القطع الناقص يمر بالنقطتين، هاي النقطة XY وهاي النقطة الثانية XY، فبما يمر بهم فنعت هاي النقطة تحقق المعادلة مال القطع الناقص، والنقطة الثانية تحقق المعادلة مال القطع الناقص، وراح يصير عندي معادلتين. اوكي، فهسه ايش راح اسوي؟ هاي النقطة الأولى الـ 3 4 راح أعوضها بمعادلة القطع الناقص، شو صار عندي؟ 3 تربيع على أي تربيع زائد والواي شو اكتب مكانها؟ 4 تربيع على بي تربيع، شو يساوي لنا؟ 1. هسه نصفيها، 3 تربيع شو صار عندي؟ 9 على أي تربيع زائد وهاي شو صار عندي 16 4 تربيع 16 على بي تربيع شو يساوي لنا؟ 1. اوكي، اتخلص من الاي تربيع والبي تربيع فاضرب طرفين المعادله بالمضاعف المشترك الاصغر اللي هو الاي تربيع بي تربيع. هذا لما اضربه هنا يحذف الاي تربيع مع الاي تربيع يبقى عندي 9 بي تربيع، يبقى عندي 9 بي تربيع زائد هذا لما اضربه بهذا يحذف البي تربيع مع البي تربيع يبقى 16 اي تربيع 16 اي تربيع وواحد في اي تربيع بي تربيع اي تربيع بي تربيع وهاي هي معادله رقم 1. اذا لما عوضت النقطه الاولى بالمعادله القياسيه مالتي حصلت على معادله رقم 1. اوكي، احتاج بعد معادله بما عندي متغيرين اي وبي، معادله واحده ما تحلي، فاحتاج معادله ثانيه، اكيد راح اعوض النقطه الثانيه حمل المعادله القياسيه، فاخذ النقطه الثانيه اللي هي 6 2 واعوضها بالمعادله القياسيه، شو صار عندي؟ خلينا مباشره نعوضها حتى تصير جواها، حتى الحلين واحد في التعويض. اوكي، هسه راح اعوض النقطه الثانيه وين؟ بالمعادله القياسيه، ايش راح يصير عندي؟ او خليك تغير المشكله، 6 2 راح اعوضها. فخلينا نعوضها، الستة الاكس ستة فيصير عندي ستة تربيع. اوكي، على اليمين على الاي تربيع زائد والاثنين عوضها بمكان الواي يصير اربعة تربيع، يعني اثنين تربيع العفو بعدين يصير عندي اربعة. على البي تربيع شو يساوي لنا؟ واحد، اصفيها ستة تربيع معناتها ستة وثلاثين على الاي تربيع زائد هاي معناتها اثنين في اثنين اربعة على البي تربيع شو يساوي لنا؟ واحد. هسه نضربها بالمضاعف المشترك الاصغر اللي هو اي تربيع بي تربيع حتى تخلص من الكسر. فنضرب طرفي المعادله في الاي تربيع بي تربيع. هسه لما نضربها هنا يحذف الاي تربيع مع الاي تربيع يبقى 36 بي تربيع. 36 بي تربيع، اوكي. زائد هذا لما اضربه يحذف البي تربيع مع البي تربيع يبقى 4 اي تربيع. اوكي. والواحد لما اضربه يصير اي تربيع بي تربيع وها هي معادلة رقم 2. اوكي، صار عندي معادلتين، وحدة باثنين اخذهن وحلين لو حذف لو تعويض حسب الحالة. خلينا نشوف 9، هاي المعادلة الأولى اللي هي 9 بي تربيع زائد 16 اي تربيع شو تساوي لنا؟ تساوي لنا الاي تربيع بي تربيع، هذه معادلة رقم
واحد لما عوضنا النقطة الأولى معادلة قياسية مال القطع الناقص. المعادلة الثانية اللي من عوضنا النقطة الثانية طلعت لي 36 بي تربيع، 36 بي تربيع زائدا 4 اي تربيع، شو يساوي لنا؟ يساوي لنا الاي تربيع بي تربيع، وها هي معادلة رقم 2. اوكي هسه الحين لو حذف لو تعويض، واحنا نحلها بالحذف اسهل. اذا نريد نحذف البي نضرب الفوق باربعة حتى تصير 36 36 واحذف، واذا اريد احذف الاي اضرب الجوه بالاربعة حتى تصير 16 ب 16 واحذف التبكيرك، يعني اي شيء الطريقة تسويها صحيحة. خلي مثلا اضرب الفوق في اربعة، فاربعة في تسعة راح يصير عندي 36 بي تربيع. اوكي 4 في 16 4 في 6 24 يبقى 2 4 في 1 4 و 2 6 64 اي تربيع يساوي لنا 4 في اي تربيع بي تربيع يصير 4 اي تربيع بي تربيع. المعادله الثانيه تنزل كما هي 36 بي تربيع زائدا 4 اي تربيع، شو يساوي لنا؟ يساوي لنا اي تربيع بي تربيع. اوكي هسه طبعا راح اقول، طبعا انا لو اقول جمع لو اقول طرح، بما الاشارات مشابهه على مود احذف اقول طرح. ليش؟ حتى غير الاشارات، باعتبار الاشاره هنا موجب الاصليه شو تصير؟ سالب، وهنا شو تصير؟ سالب، وهنا موجب شو تصير؟ سالب. هسه اقدر احذف 36 بي تربيع موجب ويا السالب، شو بقى عندي؟ هنا 64 موجب وهنا سالب، اخذ اشاره الاكبر، و64 ناقص 4 يصير عندي 60 اي تربيع. وهنا همين اخذ اشاره الاكبر، فالاربعه هنا باعتبارك واحد، فالاربعه ناقص واحد راح يصير عندي 3 اي تربيع بي تربيع. اوكي هسه اقسم الطرفين على اي تربيع، لانه هنا صار عندي مجهول، يعني فلما نتخلص من هذا التربيع نقسم هنا على اي تربيع وهنا على اي تربيع، حتى الاي تربيع تحذف مع الاي تربيع، يبقى هنا عندي فقط 60، وهنا الاي تربيع تروح مع الاي تربيع يبقى 3 بي تربيع. اوكي نقسم الطرفين على معامل بي تربيع لثلاثة وهنا ثلاثة، فثلاثة تروح مع ثلاثة يبقى عندي بس البي تربيع شو تساوي لنا؟ 60، العفو مو 60، 60 تقسيم 3 20، اسف 60 تقسيم 3 20، هاي 6 بها 2 2 في 3 6 6 ناقص 6 صفر صفر ينزل صعد فوق 20. اوكي اذا البي تربيع طلع 20، عوض باي معادله وبواحد باثنين طلع قيمه الاي، خلينا نعوض بواحد، تعوض باثنين ماكو مشكله. هسه اذا عوض بواحد هاي التسعه تنزل، هسه هاي عندها قيمه البي تربيع طلعت، خلاص اقدر اعوضها بالمعادله القياسيه بعدين، نحتاج بس الاي تربيع. هسه راح تطلع التسعه تنزل، البي تربيع ايش قد عندي؟ 20، هاي في 20 يساوي لنا، او العفو زائد 16، الاي تربيع مجهوله انا اذا اطلعها يساوي لنا الاي تربيع، وجتني البي تربيع مره ثانيه ايش عوضها؟ 20، فصير 20 اي تربيع، 20 اي تربيع. اوكي هسه ايش اسوي؟ هاي ال 16 احولها للطرف الثاني، وهاي اضربها 9 في 20 180، باعتبار 9 في 0 0، 9 في 2 18، وهاي ال 20 اي تربيع ومكانها احول هاي ال 16 تصير سالب 16 اي تربيع. اوكي اذا ايش راح يصير عندي؟ ال 180 تنزل، 20 ناقص 16 4 اي تربيع، انا رايد الاي تربيع فنقسم على معاملها الاربعه، هنا على اربعه وهنا اربعه، اربعه واي اربعه تروح، فالاي تربيع راح تساوي لنا 180 تقسيم 4 45. اوكي 180 تقسيم 4 بها 4 4 في 4 16 يبقى 2، نزل الصفر 20 بها 5 5 في 4 20 0 0 فبها 45. إذا نطلع عند قيمة البي تربيع وقيمة الأي تربيع، عوضها بالمعادلة القياسية اللي هي على محور السينات، فإحنا قلنا نخلي الأي تربيع جواها من جوا الأكس تربيع، والواي تربيع جواها البي تربيع، ويساوي لنا 1، ويساوي لنا الأكس تربيع، عندنا قيمة الأي تربيع إيش قد؟ 45 زائد واي تربيع، وعندنا قيمة البي تربيع إيش قد؟ 20 يساوي لنا 1، وها هي معادلة القطع الناقص اللي راتها مني بالسؤال.